وصلنا يا مدام. مدام اكتفينا، احنا وصلنا يا هانم. ها؟ في ايه صلاح؟ لا 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 خليك براحتك، ولو عايزين اتمسمر هنا لغايه الصبح مش هرمش، احنا كلنا في ذاك يا ست هانم. في ده ايه ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ انا لحم اكتفي من خيرك يا ست هانم، وليه الاصل بس، هو انا ما حسش بوجع الغاليين عليه، وانا بصراحه حاسس بيكي من ساعه ما شفت الاستاذ حسن واللي معاه. انا مش قليل الاصل يا ست هانم. كل واحد باخد نصيبه، وانا راضي بنصيبي الحمد لله. يلا روحي. البرك خلاص قلتلك مليون مرة اسمي تينا. تينا قولي ورايا. تينا 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 خلاص حفظتها. ها تينا 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 كلنا كده عايزين تينا. انت بترقصها، انت بترقصها، شوفي نفسك فين؟ في الكتان. والله العظيم لولا ان انت متربيه عندي وانت عندك 5 سنين كان زمان يا شيخه فسيتك. الدكتور عمر فين؟ لسه ما جاش. وسامة يا فضحتي. فضحتك؟ ست سما، ست سما هي نايمة فوق من بدري. والله؟ اه. جبتيها لوحدك دي؟ اه. أنا مش عارفة البنت دي بتشرب وبتاكل إيه، بيخلي جسمها ودماغها تخان في وقت واحد. في حاجة تعمل كده الاتنين في وقت واحد؟ هدي نفسك بس، هدي نفسك. ست تينا. تينا تاني؟ نعم يا زفتة. أحضر لحضرتك العشاء؟ لا، هاكل لما الدكتور يا عمر يوصل بإذن الله. خلاص، أروح أتعشى أنا ولما الدكتور عمر يوصل أبقى أتعشى تاني، ما فيهاش مشكلة. ايه جو افلام الرعب ده يا رنس؟ وطي صوتك ما توديكش في داهية. انا خايفة عليك، القلق مش حلو للي في سنك. اوه تحت حبطيني من اولها. ماشي بلاش صوت الكعب ده. دي الجزمة بس كعبها عالي، وبعدين مش عاجبك شيلني. شيلك؟ طب ما تخليكي جدع مش شيليني انتي. طب خلاص خلاص اقلعي. اقلع هنا؟ يخرب بيتك جن مصور. انت فاهمه غلط، فاهمه غلط. ايه الجزمه؟ الجزمه هو انا اللي كنت فاكره. لا ما تفتكريش، ما تفتكريش. لما نشوف جوه. انت يا مصيبه اللي اسمك زفت هنادي. خير يا ستي؟ كفلنا الشر في ايه؟ انت مش قلتيلي ان سما نايمه فوق في اوضتها؟ هي اللي قالت لي اقول كده يا ستي. يعني بتسمعي الكلام يا هي وتكدبي عليا انا؟ يا متنيله على عينك. امال ايه عنفتن؟ بنت راحت فين؟ الساعه 1 دلوقتي ولسه ما رجعتش. يا لهوي العمر يرجع قبل ما هي تيجي، تبقى مصيبه. استرها علينا يا رب والنبي الكريم. يا رب انت كريم يا رب وعالم بحالنا. نفسي اعرف البنت دي بتنام بتروح. اه الباب يخبط، الحقي شوفي مين غلط. هي جت اهي بس عشان ما تبقيش تظلميها يا ساتر. ايوه يا ست سما جايه اهو. فين ستك تفيله؟ يا فين؟ في ايه؟ الحجينه يا ست هانم، الحجينه. مصيبه يا ست، مصيبه. مصيبه ايه يا متنطة؟ شكرا غازي، تصبح الخير. راح عليه يا عمر، هي برضه لسه صغيره. والكلب ده مش عارف انها لسه صغيره؟ معلش كان لازم برضه نسمعه ونفهم منه اللي حصل. اسمع ايه؟ اسمع يا غازي، هو ده في كلام؟ انا لولا ان انا قلقان من الفضيحه كنت كسرت دماغه. معلش ما هو قال لك برضه ان هو قابلها صدفه. صدفه صدفه. تصبح على خير انت حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. اهلا يا هانم، شرفت. كنت فين يا بيه؟ كنت في 60 داهية. سيبوني في حالي بقى. 60 داهية؟ استني عندك. ايه ده؟ انا مش فاهمه الافوره دي كلها على ايه؟ ما انا قلت لك شفته صدفه صدفه. انت عايزه تنبي عمر؟ عمر استنى بس، قولي 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 ايه اللي حصل؟ عملت مصيبه مش كده؟ اصل احكي لي. اهرب. طب اهدى 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 عشان خاطري، احكي لي ايه اللي حصل. يا دي الليله السوداء. طب عندك بتعمل ايه؟ انا يا دكتور بتعمل ايه؟ ما هو اصل المصايب لما بتهل علينا بتهل علينا بالجمله. مصايب؟ مصايب ايه تاني؟ لا 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 لا
وحنا نقضيها كده على طول بالهمسي، مفيش باللمسي. وبعدين ده انا خلاص حيلي اتهد ووسطي اتكسر من رأس السكتي ده. يا بنت اللي بنعمله ده زي اللومة بتتنظر، احنا كمان مش عايزين حد يزورنا. يلا جميل شايف يا دكتور؟ شايف عمك المحترم عامل ايه؟ شفت جايب ايه في بيتك؟ بيتك المحترم اللي فيه ناس محترمة؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عمي ده؟ ايه القرف ده؟ خمرة ونسوان في بيتي؟ مساء الخير. اتفضل يا مس. المس بتاعتي جاية تديني حصة ايروبكس. وده اسمه ده بقى ان شاء الله. في ايه؟ ازاي تظنوا في نزلنا الوحش ده؟ ده هي كده انتوا احرقتوها خالص، كسرتوا بخاطرها. والله العظيم ثلاثة، لولا انك عمي كان زمان دلوقتي ببلغ عليك بوليس الاداب. والله إيه عندها حق، والله عندها حق. طب نقي تشوز، هتهالي وتعالى ابص لك عليها الاول على الاقل نطمن. انا قصدي ده بيت محترم. الكلام ده ما حصلش في البيت المحترم. ايوه في اماكن تانية تعمل فيها المسخره دي، ولو مش عارف قول لي وانا اقول لك اسمها ايه. ايوه صح، المكان هنا مشبوه. طب ينفع اسالك انا على الاماكن دي اسمك ايه؟ عمر. اسمي عمر. كان زمان وخلص. بالك يا اخويا. ايوه في ايه؟ انا بدل ما هجيب البوليس لواحد هجيب بوليس الاعدام لاتنين فيكم. مغاوري يا فندم، لم الزباله دي وارميها بره. حاضر يا ست. بره. يلا مغاوري يلا، ما تسيبش منها ولا حته. حرميها. حاضر. وانت حسابك معايا بعدين. خدها غوري، خدها. ربنا يستر على ولاياك. حاضر حافظ بيها. خدها يا ابني. امشي امشي يلا. ايوه امشي معايا يا حلوة. ما قلتليش انت عندك كام سنة يا مغاوري؟ ماشي في الاتنين وتلاتين. يا اختي صغنونة. قدامي. امشي يا بنت قدامي. ضربة معلم يا دكتور ورد سريع، ما كانش على البال ولا على الخاطر. لا ده مش متخيل منظره وهو واقف مبلول ومش لاقي اي حاجه يقولها، ومش عمال يعرق وجاب يجي 100 لون، وكل اللي قادر يعمله انه عمال يجز على اسنانه ويغل في نفسه لدرجه اني خفت يجي له سكر البعيد. كل اللي لحيته اني اسحب السيجاره من يد البنت اختها. انت عايز الصراحه؟ انا قلت انه هيعمل مصيبه. لا ما يقدرش، هيفضح نفسه ويفضح اخته. لو عمل اي حاجه الناس هتتلم والصوت هيعلى والاسامي هتتقال، وساعتها بقى هنكتشف ان الموبايلات والكاميرات اكتر من اللي شايلينها. باختصار كده عمر اتصرف صح. لا بس انت بقى حسبتها صح الصح. ارمي بقى السيجار هياخد صوابعك. انت مش قده بتشربه ليه؟ بقلدك يا دكتور، ما انا عشان بحبك ومثلي الاعلى. شاطر انت يا تلميذ، شاطر يا مرتضى. تلميذك يا دكتور. بقول لحضرتك ايه بقى، عايزين نسيبنا من لعب القط والفار دوت ونقطع عرق ونسيح دمه ونخلعه بقى من المستشفى ونخلص منه. مستعجل على نسبتك انت مش كده؟ عيب يا دكتور، وانا عمري اتكلمت في فلوس، انت بس وعدتني ووعد الحر. وانا عندي وعدي، بس نخلص منه الاول يا دك. قلبي مش متوعد ان انا اقول لك يا دكتور. تعال تعال. عزيزه عينك ما توركش ايدك، اول ما شاورلك تروح ترمي شباكك على الضحيه على طول. ديل ديل يا اخويا ديل. ولا انت عارفه عن ايه ديل وبغبغان بيقولوا بس؟ يا اخويا لو وربت عنك ولا غفلت ابعت لي رساله على محمود. وايه الغرامه بس يا بنت الحلال؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نعمل ايه؟ الله ما تزقش يا اخويا قوي كده. ايه مالك خلقك بقى ضيق كده ليه؟ يا وش يا وش على بريزه لا تفك منك. هي فكه لوحدها محتاجه تتفك. يلا جوه. حجو يا اخويا حجو. تعالي هنا. إيه؟ انت عارف عن ايه جوه اللي بتقول كده خلاص برضه؟ طبعا يا اخويا انا بفهم افرنجي احسن منك كده اهو. الله اكبر الله. خش يا اختي. تعبانه اظن كفايه قوي بقى الطريحه اللي انا خدتها قدام الناس والمرمطه اللي شفتها قدام اللي يسوى ولا ما يسواش، وكل ده ليه؟ انا مش فاهمه. ما شاء الله ليكي عند الطيب بعد كل اللي سمعته عنك. ها سمعتي ايه؟ واحد وقابلته صدفه فيها ايه دي؟ انت يا بنت جايه مدينه غريبه عند ربنا كده ليه؟
اخوك يشوفك مع راجل زي ده وتقولي فيها ايه؟ احمد ربنا انك لسه عايشه. يا ريت انتوا بس ما تعشوش في الدور وتفوقوا بقى من وهم الوصايه اللي انتوا عايشين فيه ده وتخلعوني من نفخكم شويه. على فكره دي اسهل حاجه ممكن نعملها، بس ساعتها هتلاقي نفسك واقفه لوحدك وسط عيون ما بترحمش وايدين عايزه تنهش كل اللي طلبوا منك. هيبقى ظهرك عريان ورجلك هتبقى جارزه في وحله ملهاش مخرج. ساعتها هتفهمي كويس اللي احنا بنعمله معاكي. من غير ما واعظ وحكم انا مش فاهمه منها حاجه، انا ما عملتش حاجه غلط، ده واحد انت مشاركه وبتشتغل معاه، قابلته صدفه عزمني على حاجه قعدت اشربها، وبعدين يعني مش هنضحك على بعض، انت اخر واحد ينفع يلعب دور الواعظ ده، ولا كنتش فاكرني صدقت حبتين التوبه اللي اشتغلنا بيهم. ايه ده؟ اتكلمي. متأكدة ان عوني لا يمكن يسيب عمر، هيفضل وراه من اي حته عشان ينغص عليه حياته، بس ما كنتش اتصور ان يوصل للوقاحه والدناءه دي. سما عمر اتجنن وكان هيقلب الدنيا على نفوخ، ربنا سترها اني كنت موجود وعرفت انها قبل الفضايح. البنت في سن خطره والثعلب العجوز لعب عليها، اكيد زغلل عليها بشويه هدايا. انا مش قادر افهم لما هما بيكرهوا بعض قوي كده مكملين ليه؟ ما يفضوها وكل واحد يروح لحاله. صعب قوي ان ده يحصل دلوقتي بعد النجاح والاسم الكبير اللي حققوه وبعد الناس كمان الثقيله اللي شاركته. بس سيبك انت وحشتيني قوي. لا ما هو باين بدليل كلامك كله عن خناقه عمر وعون. الله، مش يمكن حجي عشان اجيلك النبطشيه؟ انت مش محتاج حجج عشان تشوفني. يعني اعتبر ده وعد. يا دكتور اوعى يكون كلام البت المهفوفه لهبل ده يكون اثر فيك. يا عمر ده انت ابو الحنيه، وبعدين انت عارفها مدب في كلامها. واضح ان احنا سهينا عنها كتير. معلش انا معاك ان البت دي طقه طقه، مش كمان حبه بس، دي طقه حبتين بس، والله بترجع في الاخر تاني. لا يا تينا احنا نسيناها، واضح ان انا اتشغلت عنها كتير جدا، الشغل والحياه اللي انا فيها لهتني عنها. بقول لك ايه يا دكتور، مش هندور في اللي فات، اللي فات مات بقى يا سيدي. بص سامع ناديه شويه، بس اذا كنا تلاقينا عنها اليومين اللي فاتوا خلاص يا سيدي نقرب لها تاني. يا ريت يا كوكي. كوكي كوكي طلعت تبقى روق. يا رب يا رب. يا مسهل يا مسهل. احنا جايين نعتذر ونقول لكم ما تزعلوش مننا. سوري يا موري تزعلش مني. تينا تينا ما تزعليش مني، ها فكيها بقى، ها فكيها بقى يا عودة فكيها فكيها علينا، مش هيتهوى. حاسب شفت عمك بيعمل فيها ايه؟ معلش يا تينا، راجل كبير وبيخرف يعني هتاخدي عليه مع الوقت، مفيش حاجة. وبعدين تعمل لك يا شاب، ما انت رجلي بره ورجلي جوه. ايوه صح. بقول لكم ايه؟ عندي فكرة ليكم عظيمة. الويك اند ده بقى نروح البلد. بلد؟ هو لسه في حد بيروح البلد؟ ايوه، منها نغير جو ومنها نشوف ارضنا. لا انا ما اروحش البلد، انا بيجي لي حساسية من ناموس. ناموس ايه؟ مفيش أكتر من الصواعق هناك. صواعق؟ واقي. طب ما نخليها شرب. السخنه. مثلا بطل دلع بقى يا عمر، البلد يا عمر، لو مش عاوز ازعل كوكي. يخرب بيتك صاروخ، ما تقربي مني شويه. عندك فار مليانين عيني لحد هنا واللمبه الحمراء تنور. يا بنت انا اللي جبت تنورت لحد اما شاطط.
يبقى سقسق روحك بازازة ميه وانت تبرد. بقول لك ايه، لما تدور وخلي ايدك جنبك لو لازمينك. ليه بقى الجو ده؟ ما احنا كنا حلوين مع بعض. الحلوة بتاكل يا حبيبي، انما انا لا. هديك اللي انت عايزاه. ما باكلش من الكلام ده، احنا نتفق ونعربن. خد يا اخت عربن. مرضية كده بقى، يبقى عندك العيب وقاسح. طب يلا بقى الحق. انزلي يا بت. انا ما عملتش حاجة. انزلي انزلي يا رحمك، انزلي. كم البت دي قاعدة عندك على المكنة يا يالا؟ فين يالا؟ انت مين ياض وعايز ايه؟ ده بيقول ياه. تعالى يا هنا. هلا ايه يا عم؟ احنا شرطه المصنفات. قال لي بياض الواد ده، ما خليش فيه فارق. هلا يا عم فارق ايه؟ انت بتكلم ازازه؟ عايز فلوس خد فلوس وسيبني امشي، صح كده؟ خد فلوس. احنا ناخد الفلوس وتخليك بولايت في الكلام كده. بولايت؟ بقول لك ايه، دو يو سبيك انجلش؟ ايه انجلش؟ ما ترد يا اخوي، ولا شاطر بس تتشطر عليا انا؟ ما خدتهاش دي. ايه لا القميص ده؟ كل لا القميص، القميص لا. ولا ما تخلص يا يالا. القميص اهو. حاضر بسرعه. حاضر. ايه حاضر؟ حاضر يا نجم، حاضر يا نجم. ايه وكمان البنطلون ده؟ لا كل البنطلون. ما عنديش انا اللون ده. يا العيا ده. ايه لا حاضر حاضر حاضر. بسرعه تاخد الجزمه بالمره. ايه لا كل. حاضر يا حبيبي. حاضر شاطر يا حبيبي شاطر. خد يا نجم. بسرعه. حاضر حاضر. ينيلك مع عسى عسى. يا ليلة سودة انا عارف. بحر على طول يا وناشة. خفيف خفيف كده زي ما انت واقف قدامي. اغمض عينها افتحها ملقكش، افورك لو لقيت. حاضر اهو. حاضر. انت عارف شكلي، هروح ابلغ عني الحكومة. ما تتخديش قوي كده، اللي يعرف ابويا وابوكي يدور علينا. اركبي. ولا بولا. نعم يا ريس. هات المكنة حصلني. حاضر يا ريس. بسرعة يالا. لا بيحب عامل اللي فيها يا حبيبي. يلا ده بقول لك بسرعه. يلا ايوه يا راجل ورايا. انت مجنونه؟ في حد يسوق بالطريقه دي؟ بطل يجبني يا عيار. بقول لك احنا مش شايفين قصادنا. بليز يلا نروح. مش قبل ما اطلع عين اهله. وانت ايش عرفك انه جاي بس؟ يا بنتي انا عارفه، عندي جواسيس في كل حته في البلد دي. جواسيس في المستشفى، جواسيس في عيادته، قريب قوي يا يارا جاسوس في البيت بتاعه. عشان كده انت مقعدانا كل ده في الديسكو؟ هو يا يارا بقى انت عايز تروحي تعملي ايه بقى؟ يا بنتي انا امي عامله لي فيها المفتش كرومبو، وكل يوم تسالني اسئله كتير. يا ستي قولي لها اي حاجه هتصدقك. انا بقى معيار هاني ما بتسالنيش على اي حاجه خالص. بس يعني اصلا كل همامها ان هي تبقى سيده مصر الاولى. يا سلام يا بنتي هفه، لو باباكي كسب في الانتخابات ده احنا هنعيش. المصلحه الوحيده ان الجواسيس تبقى في بلدي. بحلتها اجي اهو. استني هنا، انت رايحه فين؟ انت سكرانه، ما ينفعش تنزلي. هروح لك بس يا ورا. وانت عارفه ما ينفعش تنزلي. اسمعي الكلام، استنيني هنا هروح اشوف واجي لك. طب اهدي شويه وبعدين. يا ورا احنا جايين هنا ليه؟ يا نهار ازرق. ايه في ايه؟ البيت البرد المجنون رجعت تاني. داريني داريني صلاح، داريني صلاح. انا مش انا، انا مش انا. اتفضل يا دكتور صلاح. صلاح ازاي؟ الله يخرب بيتك. اتفضل يا دكتور ابراهيم خليل محمد. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا عمر. تاريخك القذر بيطردك. احترم نفسك يا وطي.
واضح عشان بنصح. لا بنصح من غير ما تقلل ادبك. انت دايما تعمل كده. بتزعل. دي مشكله ممكن اي حد يتعرض لها. عادي حد يتعرض لها لكن ما ليش حد ينصح. لا يا حبيبي انصح. جاي 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 جاي. يلا اسود. حاضر. دكتور عمر كويس انك هنا. الحقنا الحاله توأم والوضع مش طبيعي وحاسه ان في خطر على الام والاطفال. في خطر؟ خطر عليك انت لوحدك. يا ريت تقف معايا. يلا 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 يا دكتور يلا. حضرتك تقدري تستني في الاستراحة. يا أخي أنت مالك؟ ماشي يا عمر ماشي. أنت متأكد يا مرتضى؟ عيب يا دكتور، أنا عامل لكل واحدة عارفها ملف، ودي بالذات كان عليها العين عشان مركز أبوها. دي بقى بنت ربيع رجاي الوحيدة وما عندوش غيرها. كده بقى يبقى صاحبك لبس في حته سنة. لا ده لبس في خرسانه. احنا بالفيديو ده هنعمل له فضيحه كبيره. انت هتفضل طول عمرك غابه يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما احنا هنخلص من قرفه. لا الفيديو ده ما فيهوش اي فضيحه. واحده وبتلاقي حكيت عليه عادي بتحصل مع اي حد. ومخك راح فين يا دكتور؟ مخي راح للي يهمه الفيديو ده واللي بسببه ممكن يقصص دي للدكتور. مش بس كده ده ممكن يرمي من الدور العاشر. مش فاهم. افهمك. الله نعيمك نعمل الله نعيمك نعمل خلي خلوصي يكلمني خلي خلوصي يكلمني الله نعيمك خلي خلوصي يكلمني. والله يا بنتي طول عمرك نظيفة برا وجوه. خلي الطبق مصور يا عم أيوب. لا أنا بقول اللي أنا شايفه. يا راجل يا راجل ده أنا ذات نفسي مش طايقة روحي وكل ما استحمى أقعد أمرش في جلدي لحد ما اتنحل عشان أشيل منه عفانة زبالة الليل. طب بقول إيه؟ ما تتلم أنت والواد ده في سقف واحد وتخلصوا وتتجوزوا. أنا وخلصي ونعيش منين يا اخويا كده اكرم لنا. امال ليه سواعي يعني؟ انا بحس انك انت غاويه الواد ده وماشيه في طوعه مش خوف انما عشق. يا عم ايوب اللي زيي عايشه نص عمرها في الشارع محتاجه راجل يحابي عليها ويحميها حتى لو هياخد نص عرقها. يا راجل يا طيب احنا في ايام وحشه قوي واحنا بقينا اوحش منها. صباح الخير يا ايوب. صباح النور يا نيازي بيه. البت باريس عملت لك العربيه ايه؟ خلت حالك مرايه. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اسم باريزا؟ لاجل البخت يا باشا عشان كل من هب ودب يقفي ويقول ما بداله. طب ده ايدك ايه ده ايه ده ايه ده انت شرسه قوي. احنا ماشيين جنب الحيط يا باشا. ده بنت غلبانه يا سعاده البيه بتجري على اكل عيشها. طب ايه رايك ليك عندي لقمه بغاشه؟ خيرك مغرقنا يا نيازي بيه. تعالي لي على العنوان ده بالليل. تعالي لي وانا هظبطك. يلا بيع عربيتك جاهزه. يلا استنيك. ها يلا سعاده البيع. شرسة قوي. يلا سعاده البيع عربيتك جاهزه. اتفضل يا سعاده البيع. شكرا يا ايوب. اتفضل. شكرا. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. لك الهم. مالك يا بت؟ وده يفرق ايه عن غيره يعني؟ مش كفايه عليا زباله الليل كمان زباله النهار. وبعدين انا في الساعه الراحه بتاعتي. وانا في النص بتاعي. هو دكتور عمر كان ماله النهارده؟ ومين دي اللي كانت بتجري وراه؟ واحده كانت متقله في الشرب شويه طلبت معاها فضايح. هو مش كان ربنا هداه وبطل الحاجات دي؟ عمر النواوي عمره ما يتغير. ربنا يهديه.
يهمك قوي ان ربنا يهديه. هنرجع تاني بالطريقه دي؟ انا من حقي ان اطمن. قلت لك اطمن. انا ادخل بقلب جامد. بس قبل ما ده يحصل لازم نقعد مع بعض قعده احكي لك وتسمعني عشان نقفل كل الحوارات القديمه. اتفقنا؟ احنا دايما متفقين. الدكتور اتاخر قوي. اطمن اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحه البرفان بتاعه تجاني. يا اختي خير. ايه يا حنان الزحمه دي كلها؟ نعم شويه. محدش بيزهق. واللي جوزها زنزق شويه تبعته على القهوه اللي جنبنا. قهوه ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما. بقى ما تفضحيناش. النهارده لقى بعد غيبه والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك. يلا جزيل الكشف جاي. لمي روحك بدل ما اقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور، عشان هو مش بيكسر لك كلمه ابدا. ارجوك. يبقى نحترم نفسنا، ماشي؟ يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ في ايه يا بنت؟ مفيش يا دكتور. اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك؟ النص التاني ما بيسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت، يلا اجري من قدامي. يلا تبنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بالصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نفضل على الحال ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بس اخسر. امسكي نفسك شويه بلاش فضايح. ايوه يلا دقيقه واحده بس، انا هسمع ثانيه واحده بس. ها ثانيه واحده، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق ثانيه واحده، بصي فوق. عصبي يا دكتور، مش عارفه امسك نفسي. ما بلاش حاجه كده. معلش يا دكتور، اصل المدام نجمها خفيف شويه واي حد بيلمسها بتسخسخ. تبدا الى الله. ما يمكن الفرح يوم الجمعه واحنا مهيسين ولا يا قبطان؟ تصدق يا ده صلاح، اول مره اشوف عمر بيفكر. انا اعرف ان واحد طوع منه محفظه، ساعه، ايباد، انما يوم بحاله ما وردتش عليا. ولا ايه رايك يا حافظ بيه؟ مظبوط يا صلاح باشا. طبعا ياما ناس بتقع منهم حاجات كتير وما بيدوروش. ده بيقول لك ممكن تعمل المصيبه وما انتش دريان. يعني زي اللي بيمشوا وهم نايمين يا قبطان؟ تقريبا. وده اللي راعبني. راعبك ايه؟ الله، طب ما انا خدت زيك ومع ذلك ما سقطش مني يوم. خدت زي ايه؟ انت خدت قطمه وكومت اصلا ما حدش شافك بعدها. اسكت اسكت. البرمان بيقول ان شكلنا كان مسخره. ايوه. انا كان نفسي افهم منه اي حاجه تدل على اي حاجه. مفيش حاجه. هو اللي انت عملته ده؟ يا لا انت جامد يا ده عمر. الله بيقول ان انت شوت عربيه الشنط ومن غير مفتاح. لا بيقول لك دورت ودارت. يا ابويا ده ليله سودا. ده شكل صف اصلي عشان يعمل فيكم كده. صلاح يلا بينا. صلاح بيه اجهز عشان نروح الحاره. لا لا صلاح باشا، باشا الحاره. تاخد لك سيجاره متغمسه من بتوع زمان يا قبطان. لا يا اخويا كفايه البلاوي اللي اديتها لي ريتها منكم لله. لسه يا قبطان ما عرفتش يوم الجمعه راح فين؟
لسه والله يا رزة هتجنن. اللي خد منك الجمعة قادر يرجع لك السبت. ده انت رحت بدري بدري. حلاوة حلاوة. يصبر ينول وانا صبري طال. هو فعلا بصبص وعينه زايغه، بس ده اخره اطمني. هو اللي زي ده له اول عشان يبقى له اخر؟ اوله شبه اخره. اللي الاصبع ده الجرح دبل ونشف واشر كمان ولسه معلم. سلامات يا معلم. اصلي وحياه امي اصلي. ايوه اصل انا بقول لك ايه؟ تعالي تعالي اطلع لفوق عشان الرجاله ياخدوا حواراتهم يعني ويبقوا بحبحوا في كلامهم. يلا بلا نيله، هم لو كانوا رجاله بجد كانوا يبعبعوا في الحوارات. عليا النعمه، كتر الكلام في الحوارات هيخلي الدسته منكم تعريفه. سلامات يا معلم. تعالوا على خباتكم، ما انتوا عارفين النسوان عاملين زي القطط تاكل وتنفي. يلا ابدا الجلسه، اللي عنده كشف. بس يلا انت على الحاله. طبعا احنا عارفين النظام، احنا هنرمي الظهر وصاحب الرقم هيقوم يسال. سيدو يا سيدو سيدو. انا دكتور. انا بقول لك ايه، اسال بس في الانجاز، ما تلوكش كتير، اديك شايف العيالين في القهوه كتير. حاضر يا معلم. لما اخذ يعني كلمه يعني فيها قله حياه شويه يعني يا دكتور. لا لا حياء في العلم لا حياء في القهوه. ليه يا عدم المؤاخذه؟ الحريم بتاعنا ما بيلدش عليهم كلام الحوارات دوت يعني، والواجبات الزوجيه بيبقوا تقال عليهم قوي. عايزين نحل عودتهم يا دكتور، الله يبارك لك. كويس انك سالت السؤال، اتفضل يا استاذ. ماشي يا دكتور. السؤال ده طبعا كلنا بنساله، بس انا هقول لك. لما حضرتك تروح لها بريحه عرقك وبزيتك وبشحمك وريحه شيشتك، هو طبيعي يبقى هم تقيل عليها وعلى قلبها. انما لو انت استحميت وحلقت دقنك ورشيت لك ريحه حلوه سرحت شعرك كانك انا بدي دعوه انت بالكلام ده خالص خالص. الحكمة دي رجالي، زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. حمام قبل أهم. بس دكتور بقى يا أهم. يلا يا معفن. ايه انت هتفضل قاعد لي كده؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هات الدنيا فوق دماغ الواد. انت عايز تضيع علينا كل اللي احنا عملناه؟ كلم حد من معارفك من ناسك، اي حد من الكبار يشد ودنه ولا يهدده. ربيع الموضوع ده لازم يتلم بسرعه. يعني خلاص بقينا عصابات، هنشد ودان، هنهدد الناس. ميار من فضلك سيبيني شويه، انا على اخري. مفيش وقت يا حبيبي عشان اسيبك، كل دقيقة بتعدي فيها خطر على مستقبلنا. حاضر يا ميار، حاضر يا ميار، هتصرف، ههد الدنيا زي ما انت عاوزة، هعمل كل اللي انت بتقولي عليه، بس سيبيني افكر عشان اعرف هتصرف ازاي. وما تنسيش ان بنتك في الموضوع. ما تنساش انت كمان ان الصور والفيديو في ايد ناس ما نعرفهاش، ويا عالم هيعملوا بيها ايه. هو انا مش عارف طلع علينا منين الدكتور عمر ده؟ سعادتك بقى كنت ماشي سكران ومعاك واحده ست، والظهر كنت مروقين شويه، وعلى طريق المريطيه خبطت واحده ما فكرتش حتى تقف تسعفها. ده انا يا نهار اسود، ايه اللي بتقوله ده يا سحه البيئه؟ اخويا يمكن يعمل حاجه زي كده؟ ابدا والله الاشاره اللي عندي بتقول كده. اشاره ايه يا فندم؟ الاشاره دي غلط، اكيد اسم حد تاني. اشاره ايه يا فندم؟ العربيه دي اصلا مسروقه وانا مبلغ عنها. الكلام ده تقوله في النيابه، انا دوري هنا تسليمكم بس. خدوا يا امين. لا ياخدوا فين؟ احنا لازم نفهم يا فندم. ايوه حضرتك، بس لو ينتعملوا معايا ايه بالظبط؟ هنرحله الصبح على النيابه في القاهره. اتفضلوا.
اتفضلوا يا نهار اسمح. استنى يا عمر انا جايه معاك. اتصرف يا حلب القاسم. ايوه على الصف يا اخويا على مهلك. ايدك يا اخويا عليك بالراحه. ما تقلقش يا عمر والله ان شاء الله هتبقى سليم. ما تقلقش يا اخويا. لو سمحتي روحي. اروح بس ازاي يا عمر وانت في الحاله دي؟ عم حافظ خدها وروح. فيها بهدله الله يتكلم. لا مش هروح مش هسيبك ابدا. وبعدين يا اكتفينا انت بتهابي لحد كده واكتفينا. اوعى يا عمي يا خال بالقاس والله دي مكيده معموله في الدكتور عمر اخويا والله مكيده. المكيده مش مكيده لحد هنا وقفلت. اسمعي يا بنت نواو احنا مش ناقصين فضايح اكتر من كده. كراهيه بالقاسي. يقول عليك برضو تصيب خاطب بنتك في محنته. محنته؟ دي إشارة من عند ربنا عشان رايت دي بنت استكر ومش بيطلع بطيحة. الحمد لله الحمد لله إنها كانت فاتحة وشبكة ما تمت. عموما الشبكة بتاعتكم في علبتها وعليها زيادة كمان. على فكرة يا بالقاسي دي مش أخناء ولاد الأصول. ولاد الأصول؟ أنا قلتها لك. دي للكلب عمره ما ينعدي الأبدا. واسع انا اخويا كلب. اذا كان اخويا كلب فانت بنتك عرسه. دي لو لفت العمر كله مش هتلاقي ظفر الدكتور عمر. وبعدها لك يا دكتور مكتوب عليك دايما تتقسم اتنين. مره دكتور شايل امانه شرف مهنه ومره قبطان عاشق في مواني الدنيا. مره عريس قاعد في كوشه ومرة محبوس في زنزانة مخنوقة. مرة في النور ومرة في الظلمة. ومرة كده ومرة كده. وتقول لي توب. توب ايه؟ هادي اخرتها. يمكن اختبار؟ معقول؟ ممكن هو اكيد اختبار. بس معقولة كل دي اختبارات؟ ايه مفيش غيري في اللجنة؟ الله يخرب بيتك يا حافظ. ويقولوا لي توبي 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 توبي. ازاي بس ازاي اتوب يا عيني ازاي؟ عاش او غلبانة والنبي. عاش او غلبانة والنبي. عاش او مظلومة والنبي. والنبي والنبي. هات اخويا هدوم الابره يا فرس كوبرا. ملف الرغاوي بتاع العراوي. ما تهد الخطه يا باريزه وشوف لنا فكه. ما كانش ينعز يا انصر الويس. جت يا باريزه. ايه؟ علي ما تلم نفسك يا جدع. لا؟ شو قلنا نلم نفسينا وما بعطلش الطاقه دي مجاني؟ ترى احيا دي حاجه كده لزوم بر الريق لاهل الحاره وحبايبنا. لا يا روح امك وفري مجهودك لاكل عيش ويلا جوه من هنا. حجو يا اخويا حجو. لانك مؤاخذة بص بصعت على دراعي من قصبة رجلي لما كنت غاويها. بقولك يا فلانك خليك فاكل عيش. يا بص انا نفسي قبل ما اموت اشوفك عريس. لا انا عايزك تموت وما تشغلش نفسك بالموضوع ده. ماشي يا غريزة.
الهواف. الهواف يا ست كوني. يا اخويا طبعا عندك شغل البضاعة دي. احلى بضاعة تيجي لاحلى غزال في المنطقة وكل المناطق المجاورة. ما عندكش حاجة كده مهوية لزوم الجهاز؟ تتعبى في شنط وتيجي لغاية البيت. ايه ده؟ مش كل التير اللي يدك اللحم. مش قصدي. مستنياك. ماشي. بس من غير الجرس والفضايح. هتجيب لي بضاعة شيطة؟ هنسلها على دماغك وازفك في الحارة كلها. انما بقى لو ضميرك صحي معايا كده حبتين وجبتلي بضاعة تملى العين هدوقك بن محاول ياخدك ويطلع سابع سامة. انا نفسي بقى في المحاول ده. عيب عليك يا معلم، احنا مش كلام احنا افعال. تتمسى بالخير وما تتأخرش عن المحاول. وحد ودانا في داهية غير المحاول ده. قديمة يا مرتضى، الخبر وصلني من بدري قوي. وصلك؟ ده انا قلت ان انا اول واحد يعرف. مهم سيبك من الحكاية دي وعايزك تركز معايا قوي. معاك يا دكتور. انا عايز الخبر ده ينتشر في كل حتة. ايوه بس هننشره ازاي؟ ده لسه في نيابة. يا مرتضى ما تبقاش غبي، وانا بقولك انشره في الاهرام يا اخي. نزل الخبر على الفيسبوك وشيره، ساعة زمن مصر كلها هتبقى عارفة بالخبر. صور صح. طب افرض يا دكتور بقى انه طلع منها. يا عم يطلع ولا ينزل مش ده المهم، المهم انه ما يستجريش يوري وشه لاي حد من العيانين بتوعه. باختصار يتضرب في السوق، ساعتها بقى تبقى رقبته في ايدينا ونعمل في المستشفى اللي احنا عايزينه، وهو ما يستجريش يفتح بقه. ده لو عايز ياكل عيش. اصلي يا ريس. لا اللي ريس اصلي صحيح بقى اللي اسمه ربيع ده، ما خدش في ايده خلوه. طب عليا النعمه لو احط صورته في اوضتي. مش لما يبقى عندك اوضه. ايه ده؟ شفت الخبر ده يا ربيع؟ خبر ايه؟ الواد الدكتور بتاع بنتك البوليس قبض عليه. قبضوا عليه؟ ليه؟ يعني انتوا مش عارفين ليه؟ مش عارفه ليه معيار هانم ورجالتك ما قالكش اللي صوروني ليه؟ هو اللي الداخليه عملت الواجب من وراك. بنت انت جننتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقولي ده؟ انا مش قادره اصدق انتوا ازاي وصلتوا للدرجات دي؟ تدخلوا راجل بريء السجن عشان خايفين على المنصب والكرسي؟ والله العظيم انا ساكته يا بابا. انت بتقولي ايه؟ انت ركبتيها كده ازاي؟ مالي انا ومال الموضوع ده؟ انا لسه قاري الخبر دلوقتي اهو، ولا عمري قابلت الدكتور بتاعك ده ولا كلمته. وإذا كنت قلت كلمة في لحظة غضب مش معناها إن أنا بقيت رئيس عصابة. وأنا لسه قاري الخبر على الفيسبوك حالا، اتفضلي اقري شوفي. أنا هقول كلمتين ما عنديش غيرهم، الموضوع ده زي ما عقدتوه أنتوا اللي هتحلوه، يا إما والله عليا وعلى أعدائي، لا يهمني حد ولا أخاف على حد، ولا على رئيس عصابة ولا رئيس جمهورية، ماشي؟ عفا أنت اتجننتي؟ إيه اللي جرالك؟ إحنا مش ممكن نعمل حاجة زي كده، الحقها يا ربيع، البنت اتجننت. للدرجة دي إحنا بقينا ناقصين في نظرها؟ الظرف هو بيت، اول ما اديك الاشاره تتحركي كالعاده. هي دي فتحه الانطلاق صحيح. ما بلاها يا اخويا الليله دي، وكفايه قوي اللي احنا سلكناه منه. بلاها الليله دي. اه لا بص بقى يا بيت، هتسوري في العوض مش هست. انت فيها يا بيت؟ جتتك نحست على الضربه ولا ايه؟ ده ضربه خلاص هات. وعلى ايه؟ ايوه كده ظبط. الاعلان عندك على الظرف حفظتيه؟ حفظته. تحبني اسمعه لك؟ لا روح امك، احنا مش في الكتاب، وبعدين انا مامن لك. كتر خيرك. ما عندكش غيارين وسخين زيك كده اهو، اخدهم لك فمين؟ لا عندي مطوه ممكن اشيلك بيها في وشك، ايه رايك؟ بهرق. ماشي. تعالى اقول لك يا بنت. ايه؟ دمك حسن يا بنت. زي القمر. هربي كده هربي. بقول لك ايه؟ ما تخليه كده زي القطه الصيامه على طول كده اللي بتحك في صاحبها. كده؟ احب انا الاجواء دي قوي. وبعدين عرايا المثل، يمشي عدل فلوس يحبك ويموت فيك. بقول لك ايه يا اختي؟ اختك انا؟ اه. قولي يا اختي. تجوزني يلا. تجوزني وتلمني من القرف اللي احنا فيه ده. وهي حتى تداريني. اختك وقرف؟ مالك يا بريزه يا اختي؟ انت تعبانه؟ سخنه؟ مش عجباني؟ فيك حاجه؟ يوه. مالك يا خلوص؟ من قدامك فله شمعه منوره اهو. طب ما دام انت يا اختي فله وشمعه منوره ما تركزي في غسيله وخدي مخك معاكي في امين يمكن ينضف معاكي. ماشي يا خلوص، وهقول يا اخويا بيطلع في الغسيل. المحضر انت عملته يوم السبت الساعه 12 الظهر، وبتقول لي ان العربيه بتاعتك اتسرقت يوم الخميس بالليل، والحادثه حصلت يوم الجمعه الساعه 11 بالليل.
اقدر اعرف ليه ما عملتش المحضر بتاع سرقه عربيتك في نفس اليوم او اليوم اللي بعده على الاقل عشان تثبت حسن نيتك؟ ما اعرفش، ما جاش في بالي. حضرتك يا فندم انا دكتور نسا وكان عندي عمليات ولاده وما كنتش فاضي. يعني كنت في المستشفى اثناء وقوع الحادثه؟ مش فاكر. انت كده بقى بتاذي نفسك. انت لازم تفتكر او تثبت لي ان العربيه كانت مسروقه اثناء وقوع الحادثه. ما انت لو كنت عملت محضر بسرقه العربيه كان هيصح موقفك دلوقتي. للاسف يا فندم هذه الحقيقه. يعني ما عملتش محضر بسرقه العربيه اثناء وقوع الحادثه او قبلها، وكمان مش قادر تثبت لي مكانك اثناء وقوع الحادثه. انا ما فيش حاجه اعملها دلوقتي الا ان احبسك 4 ايام على ذمه التحقيق. ممكن تفتكر اي حاجه؟ غلطان طبعا، كنت تقول اي حاجه. عايزني اقول ايه بس؟ قول اي حاجه واخلص. حاجه يعني اروح اقول لهم انا كنت شارب مخدرات، اروح اقول لهم اني كنت شارب مخدرات عشان اودي روحي في تهمه مصيبه سودة، ولا عايزني اقول ان انا كنت بايت عند واحده عشان يبقى اموت وخرب ديار؟ ارحمني بنصايحك السودة. مش احسن ما تلبس في حيطه؟ طبعا زمان اهل العروسه دلوقتي بيلعنوا فيا. دول ناس فاضيه طبعا. شوف الناس اللي احنا اقربنا واحنا كان عندهم الحمام والفطير حاجات الحلوه، ما استناش طلع نجري، ما استناش يعرف الحقيقه ورمى الشاب كف وش اكتفينا. مش ده اللي اكتفينا؟ قالت تقول قريبي وحبيبي و... انا اصلا ماليش في الجواز. انا مالي، انا مالي، انا اللي زيي مالوش في الحلال اصلا. ده كفايه انك عمي. انا الحق عليا. كتر خيرك يا ابن اخوي، كتر خيرك يا ابطال. بس انا برضه هعمل بأصلي. ماشي اتفضل. ايه ده سجاير؟ وانا اصلا بشرب سجاير. مش هشربها، هي ده فلوس السجن سجاير. انت حافظ مش فاهم. سيبك من دول وطمني على اخواتي البنات. هو ده اللي يخليك تطمن. ايه؟ نعمهم معاهم. خليك انت في السجن ما تقلقش، سنتين 10 وانا طالع عارة. اسمع كلامي اطمن، حط بطنك بطريقة في سيفي. رقبتي. انت عارف البتاع اللي احنا شربناه ولا دركلناه يومها ده؟ يعني بتاع ما احنا جربنا كذا حاجة. البتاع اللي كان فيه كيس السوليفانا الأخضر اللي كان نباتي كده ده، هو ورق الشجر. ايوه ده نوع يجنن، ده حته صنف بقى. ده انا لما خدتها فاكر لما دخته. ما تسيح، فاكر في الاسم يعني. فاكر لما دخت انا فاكر ده بوليس كنت في ميكروفونات. ما حدش عارف احنا بنقول ايه. البتاع ده طلع كارثه يا معلم. والله كارثه. والله انت فرحان، ده يغيببك لمده يوم بحاله ما تفتكرش منه اي حاجه. يغيببني؟ يغيببك. تقتل القتيل وما انتش حاسس. يبقى انت اللي قتلت، يبقى اعترف. قتلت مين؟ قتلت مين؟ ابص انت جاي تزورني ولا جاي تسجنني؟ مش تقتل. اسكت. تقتل القتيل يعني انا قلقان من حاجه. ايه؟ اكون عملت الحادثه دي فعلا وانا مش داري. بس انا صحيت لقيت نفسي بقيت عند البت عفه. حصل ازاي وامتى؟ مش عارف. خلاص. يبقى اعترف انك كنت بقيت عند البت دي. ليه؟ الفضيحة ارحم من السجن وبمرور الوقت بتتنسي. وسمعتي؟ سمعتي؟ مين هيأمن لي بعد كده على مراته لما يعرف بفضيحة زي كده؟ التانية هي حادثة بتحصل لأي حد، انما الفضيحة دي ممكن تقضي على مستقبلي كدكتور نسا. خلاص حول دكتور اطفال. انت عم انت؟ حضرة الضابط الزيارة انتهت. ما قلتليش يا بنتي. اه. عملتي ايه مع باب البيضة اللي اسمه نيازة دي؟ ورستي على ايه معاه؟ حبت رأس على هدت حيل ودرمخته بالسم الهاري واحلى البرك خلوص يروحني. مالك يا بنتي؟ كلامك النهارده مش مريحني خالص. بصراحة كده يا عم أيوب، الواد خلوصي متبت ومزرجن دماغه في مصلحة أنا قلبي مش مطمن لها، وهو راسه ألف سيف إنها لازم تتعمل، وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. بصي بقى، أنت مش قد خلوصي ونبو الأزرق، خليكي في طوعه زي ما قلتي، وأنت ونصيبك. يا عم أيوب ده عايز يحط رجلينا في خيمة ما نعرف لهاش أول من آخر، ومع ناس ما نعرفش ميتهم إيه.
انت شفتي عمل فيك ايه لما خرجتي مره عن طوعه، لما كلمت البيت اللي خدت الواد؟ انت يعني ناقصه منه علاقه تاني. ما هي المصيبه ان الحكايه تخص الواد هو هو، زي ما يكون مكتوب عليا يا ربي. حدش بيهرب من القضاء يا بنتي، حدش بيهرب من القضاء خالص. العزلة عمرها ما كانت حل لأي مشكلة، بالعكس دي بتعقدها أكتر. أهلا يا دكتور، اتفضل. أنا كلمتك على الموبايل أكتر من مرة، وكلمت الأستاذ حافظ وقال لي على التطورات اللي حصلت، لقيت نفسي باجي من غير ما أفكر ولا أحسبها. ما تقولش كده يا دكتور، أنت واحد مننا وتيجي في أي وقت، وخصوصا في الوقت ده. عمر مش بس زميلي وصاحبي، عمر ده أخويا اللي وقف معايا في كل حاجة أنا عشتها، وأنا واثق إنه بريء. ربنا معاه ومعانا. تحب تشرب ايه يا دكتور؟ هخلي هنيدي تعمل لي قهوه وتعمل لك عصير ليمون. ده مش اختياري، ده اجباري. انت في حاله نفسيه بتسهل قوي ان ضغط الدم يرتفع، واحنا في غنى يعني عن اي تعب اليومين دول. فين القهوه والليمون يا هنيدي؟ جايين حالا. بيت بقى بالذمه ليها نفس تشرب ليمون وقهوه واخوها محبوس؟ ناقص نجيب شجرتين ونرسم قلب على الحيطه. بتقولي ايه يا بنت؟ استغفر الله العظيم. شفت بقى ان الليمون كان ضروري؟ ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص، لازم تبقي واقفه وصلبه طولك زي ما عودتي اللي حواليكي على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يتكشف. انا اصلا شفتهم كلهم شبه بعض، معرفش حاجه. مش عارفه. احنا عايزين نذاكر يا بنتي. انا في مواد كتير جدا ضايعه، انا امتحان قربت قوي مش عارفه في ايه النهارده. تفتكري هنشد حالي؟ انا عارفه انها اختي هتضطر تغير الدكتور بتاعها وهتروح تجيب دكتوره عشان تولدها. دكاترة النساء دول ايه، مش مظبوطين خالص. مش كلهم كده، في كده وفي كده وفي كده كمان. يا رحطانت سما، مش كده حسبي هتموتيها. سيبيني عليها البنت دي هتفضل تضرب. يا بنتي حد يشوف انت عامل لك مشكله سيبيها. لا مش هسيب. معلش تعالي معايا. طب والله لو وريتي. يلا معلش تعالي معايا. كنت سيبيني عليها والله العظيم كنت هاكلها بسناني. دي بنت هبه خالص، سيبك منها. فوري الدم يا بنت اهدي. معلش. المهم انت ما فيش اخبار عن مشكله اخوكي؟ مشكله ايه يا بنتي؟ ما فيش اصلا مشكله. العربيه مسروقه منه بقالها فتره، يعني كده كده راجع. طب ما تزعليش انا بطمن والله، مش قصدي حاجه. معلش انا عارفه ان انا مقفره معاكي اليومين دول. لا عادي ولا يهمك. تعالى اوصلك في طريقي. ها تعالى اوصلك. انا لاحظت مش معاكي السواق، بدل ما تتبهدلي في تاكسيات. لا ما انا مش هروح في تاكسي. وانا هتروح ازاي؟ عمو هيوصلني. عمو؟ يلا عمو اكلمك. ها باي. عمو هما كام؟ عمو والله زعلان انا من اللي حصل للدكتور عمر ده. لا بالحق انت مش عارفه ممكن يعملوا معايا ايه. والله ما انا فاهمه حاجه. هات سيجارة. عيني سيجارة عيني. مرسي. يا سلام بتولع علي بنفسك. اولع لعز منك. ثانك يو. انما قولي لي بقى، هو ما رجعش اكلمك تاني في موضوعنا؟ انت بتشتغلي ولا بتشتغل نفسك؟ ايه اللون ده؟ ما كنا حلوين مع بعض، ايه اللي حصل؟ لا قصدك مخيلني كده خيله كدابه وشغالي في جو قديم بقالك مده، مش عارفه اشوف لك اماره. واخني يا عمر ومجففني وراك زي تلامذة المدارس. قلتلك من الاول تعالي، انت اللي مش راضيه. اجي فين انا؟ اجي فين والله لساعك. خلاص ده ايه ده؟ انت فاكرني واحده شايطها من جامعه الدول ولا قفلك عند السنترال عايزه كارت شحن؟ ما تظبط كده بدل ما الطب ساكت. خلاص خلاص ماسوره وترجعت في وشي. يا ساتر يا رب. ماسوره انا مالك عليا؟ وانا قدك. اه مش قدي. ولعلمك بقى الفرق بيننا كبير قوي، يعني عشان ابص لك لازم لك كفه تانية نحط فيها قد اللي فات ده كله، يمكن تطب وتنول الرضا. ان شاء الله هتطب وهنول الرضا من غير كفه. ما افتكرش. The matrix cannot tell you who you are. Your uncle can. That's different. Did you go to him?
Yes. Did she tell you? She told me. What? We're here. Theo, come with me. أهلاً. أهلاً 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 يا بابي. إيه؟ ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ راجع في ساعة زي دي وسكرانة كمان. بص يا بابي، أنا مش قادرة أتكلم تماماً، سيبني أطلع أنام وبعدين نبقى نتكلم. أنا مستنيكي بقالي 3 ساعات، وبعد العك اللي عكيتيه النهاردة والطوب اللي رميتيه علينا لازم نتكلم قبل ما ننام. عايز تتكلم فيها يا بابي؟ هو انت ما بتزهقش من الكلام؟ مش كفايه الكلام اللي كل يوم دول في التلفزيون وانترفيوهات؟ انت من امتى بتكلميني باللهجه دي؟ من امتى؟ ساعه انت وميار هانم ما تلهيتوا في الحدوته بتاعتكم اللي ملهاش اخر دي. رقكوا جري على حته التورته وبعتوا عشانها كل حاجه. انا ما بعتش حاجه، انا رشحت نفسي وما بعتش نفسي، واظن ده من حقي بعد سنين نضال ضد الفساد والمحسوبيات والظلم والقهر. برافو يا بابي، استمر، عايزك تستمر اكتر. الناس الغلابه بتاكل من الكلام ده. حلو قوي. بنت فوقي قبل ما اوقف فوقك. هتعمل ايه؟ هتضربني تاني؟ اضرب. هو انت ما تعرفش ان الحاجه لما بتحصل مره لما تيجي تحصل تاني بتبقى عادي؟ المهم انا عايزه اقول لك حاجه، زي ما حبس عمر كان على ايدك، براءته هتبقى على ايدي انا. انت لسه مصدقه الكلام ده؟ مين اللي ملى مخك بيه؟ مين اللي ضحك عليكي يا بابي؟ بليز والنبي ما تدخلنيش في السكه بتاعتك دي، مؤامرات سياسيه ومهاترات، عشان انا مصدقش بحاجات دي. بس انا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي قبل ما اطلع انام. ليله الحادثه عمر كان بايت هنا في بيتك، فوق في اوضتي على سريري. ايه؟ بايت هنا؟ يعني كلمة واحدة بس منه وهتهدي لك كل الهيلمان اللي انت عامله ده. اوكي؟ تصبح على خير. نايم في اوضتها يا مصيبتي. ازاي يا بت يعني؟ يعني المصلحة باظت؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا. طب ازاي بس؟ طب ما عرفتيش الحكومه حكشته في ايه؟ بيقولوا حادثه عربيه. عربيه؟ يا ابن المريشه، هو لحق يجيب واحده ثانيه؟ بس كل العربيه اللي انت قطشتها منه. ازاي بس يا بريزه؟ انا ما خيشتش بيها وانا لحقت. هو انت سلكتها مع مين؟ ما في غيره ابن الكلب لمه شكمان دورها وكسب من وراها ياما. والغلبان لبس الليله وشال المشاريب. الله، غلبان؟ هو صعبان عليك ولا ايه يا بريزه؟ هو مين ده؟ هو كان من بيت اهلي. انا قلت برضه. انا بقول لك ايه؟ سيبيني انا عايز على الموضوع ده وبقول لك ايه اللي حصل فيه. تناوليني ولاع. الله، انت لابسه البنطلون بتاعها بريزه؟ 6 بيكس اللي انا عمال ادور عليه. بقول لك ايه يا اخويا، خلينا في اللقمه اللي في ايدينا، مش طالبه عصافير في الهوا. يا هبله، لقمه؟ ودي اي لقمه؟ دي لقمه محشيه ملبن. انا متاكد انها هتلفق وهتيجي، مساله وقت. يلا بقى بطلي لكعه وهات الاكل، خلينا نطلع عشان نتجه على الشغل. بقول لك ايه، انا جتتي مش خالصه، ما تخليني انجاجي لليدي. مالها جتتك يا تعبانه؟ اه. الف سلامه عليك، بس لما تبقي كده باذن الله شغاله في الحكومه تبقى تاخديها عرض او مرضى، لكن طول ما احنا شغالين الشغلانه دي ما عندناش اجازات. ماشي، محدش بياكلها بالساهل. وانا تحت امر حضرتك في اي تعويض مادي او معنوي يعني، وليك عليا يا دكتور هعمل لك حمله تصحح صورتك قدام الدنيا كلها. بس بليز الله يخليك، ما تجيبش سيره بنتي في التحقيق. انا مش فاهم هاني متعز مني ايه بالظبط. ما هو انا موجود هنا علشان انا ما جبتش سيره بنتك. لو انا كنت جبت سيرتها كان زماني بره الحجز. ما هم دول ولاد الاصول، وانا جاي استعطفك واترجاك تخليك على موقفك وما تجيبش سيره بنتي دي، برضو سمعه بنت. انت خايفه على سمعتها ولا على سمعه والدها المرشح المنتظر؟ على فكرة مش عيب اني اخاف على سمعة بنتي وجوزي. شوفي يا هانم، انا دكتور وتعلمت في شغلتي حاجة اسمها الأمانة، واليمين اللي حلفته زي الحلقة في وداني، واللي اتعلم
يصون الأمانة لا يمكن يشتري البراءة على حساب سمعة حد تاني. وفري تعويضك المادي والمعنوي وشكرا على الزيارة. هي مالها بتقفل قوي كده ليه؟ من هنا بايظة ومن هنا خربانة، من هنا قلق ومن هنا فضيحة. طب اروح فين ولا اعمل ايه وانا ايدي متكلبشة لساني متلجم زي ما اكون بلف في دايرة مقفولة ملهاش مخرج؟ اسمع يا دكتور، التحريات وشهادة الشهود وشهادة المجني عليها كمان بيثبتوا ان عربيتك هي اللي عملت الحادثة، وانت بتقولي ان انت ما كنتش فيها وان العربية مسروقة قبل حدوث الحادثة. عشان ده اللي حصل والله، والله العظيم انا صحيت ما لقيتهاش، ولا لقيت موبايلي ولا لقيت فلوسي. وانا مصدقك يا دكتور، بس يا ريت تثبت مكانك اثناء وقوع الحادثه. تمام يا باشا، في واحده بره عاوزه تقابل سعادتك ضروري. واحده؟ واحده مين يا ابني؟ انا يا فندم. انت ايه اللي دخلك؟ مش قلت لك استني بره؟ اطلع بره انت يا امين عادل. اه مش سعادتك يا فندم. انت مين يا ست؟ انا اسمي عايفه ربيع رجائي، جايه بخصوص قضيه الدكتور عمر النووي. عندي معلومات مهمه قوي، ما كانش ينفع تستخبى اكتر من كده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جايه برا الدكتور عمر، ليله الحادثه كان الدكتور بايت عندي وعندي شهود على كده. الحمد لله يا خبا وانتاحت. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. يعني خلاص ابوه ما بقاش في قضيه؟ ايوه الحمد لله، هو بيقول النيابه اقتنعت ان العربيه مسروقه، المهم بقى انه طلع بالسلامه. طب بس هو ما خرجش ليه؟ لسه في اجراءات وكده يعني؟ انت عارفه اخوكي بقى ليه حاجات غريبه كده. ليه عمل ايه؟ امي وباذن واحد احد هتتزحن قريب يا حبيبي يا قبطان. يا عيني عليك يا دكتوره. اللي حصل للقبطان ده تعب نفسويتنا قوي. وعلى انا هتكتب بيكم لحد ما يخرج من السجن. يا خسارتك في البهدله يا ابو بلطو ابيض. انتوا ليه بتفولوا عليه كده؟ احنا بنوجب يا اختي، مش دي اصول العشره؟ لا خلاص وفروا واحكوا، هو خرج بالسلامه. هو عمر ما قالكش يا دكتور هيروح على فين؟ يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. معاك رصيد؟ لا لسه شاحن. طيب شكرا. حضرتك عايز اوضه كام؟ مش عايز حاجه، ده باين عليه مريض مش دكتور. غريب قوي. المهم انا نفسي افهم بس ايه سبب الزياره دي. ضميري واجعني قوي يا عم حافظ، خايف اكون انا خبطتها ولا حاجه وانا مش داري، فبرضه بص يمكن تكون محتاجه حاجه. لا 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 عازف لك بالكمان، هزر بذمتك لو الحادثه دي الراجل كنت هتعبر ولا تيجي تسال عنه؟ يا سلام عليك يا عم حافظ، يا سلام. يا سلام. معقوله؟ ما قلنا خلاص الكلام ده كان زمان، دلوقتي احنا تبنا الى الله. يا سلام على عمه. يا سلام والله مالي عارف انت ملهوف على الجواز ليه؟ البت مريضة وانت همك على الجواز. يا عمي يا عمي، الزواج كان هيتم لولا الحادث هذا. والله لو رأيت اللي سواها ما كنت تركته، كنت قتلته. دلولي على اسمه، اسمه الدكتور عمر النواوي. يا ويلو مني. وبعدين يا عمي الرجال على وصول بالمأذون كيف ما أمرت. أسليم صراحة يا متعب، البت ما هي مرتاحة. كيف؟ ايش بتقول يا عمي؟ من امتى البنت ليها رأي؟ عاداتنا وتقاليدنا، انا ابن عمها اولى بيها. وشرع ربنا ايش تقول؟ شرع ربنا بيديها الحق توافق او ترفض. كلامك مو مريحني يا شيخ عرفان. انت مو مريح روحك يا متعب. الرجال وصلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك 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 يا سليم. مبارك. شكرين فرحك يا سليم. مبارك يا شيخ عرفان. يا شيخ عرفان مبارك. مبارك علينا يا شيخ عرفان. شيخ عرفان الحقني يا شيخ عرفان. ايش صار؟ الأمور هربت. كيف؟ هربت ورايا يا رجال. 3408 3409 وخر. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه ده؟ الله 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 الله. 3408
زار حد مكلوم بقول لك. مساء الخير. استر يا رب. يا رب استر يا رب. ولد ولا بنت؟ هربت يا عمي. لا قوة الا بالله العلي العظيم. هربت؟ هي مين دي اللي هربت يا حضرتك؟ من وانت؟ انا الدكتور عمر النواوي يا فندم. ايش؟ هو انت؟ اجري يا عم. الشوكولاته حضرتك؟ امسكوه. لا كلكم هتاخدوا. عند عمك. كلكم هتاخدوا. وطبوه انا جاي وراه. كلكم هتاخدوا بالراحه بالراحه. طب ردي بسرعه يمكن حد من اهله تقول لي ايه اللي حصل. لا 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 ما اقدرش يا سلمى. هاتي 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 رد. الو ايوه صدق الله العظيم بتقولي ايه؟ بكلمه على الموبايل ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار نار عمر لا حول ولا قوه الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي وانهي المستشفى؟ ما اعرفش انا خدت عنوان المستشفى. يلا لا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم انا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيا عمر. لا لا روح مستشفى مفيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مالك؟ مش قادره اقف على حالي. طب اقعدي رجلي. اقعدي انا هجيب لي الحاجات اللي هي. انا هجيب لك هجيب. خبريني يا بنتي ايش صار؟ انا كنت هموت من الخوف يا بابا. كويس انك جيت. الحمد لله انك بخير يا بنتي. الحمد لله يا عم. احنا كتب لنا عمر جديد النهارده. كيف صار هذا؟ وين؟ جنب المحل بتاعي. واحد ضرب علينا الرصاص وبعدين جري والرصاصه جت في الدكتور عمر. ويطلع مين الدكتور عمر ده؟ الراجل اللي اتخبطت في عربيته. اللي جالك المستشفى؟ ايوه هو يا عم. في حد شاف اللي ضربه؟ كانوا اتنين راكبين موتوسيكل ومغطين وشهم. يبقى مفيش غيره يا عم الشيخ عرفان. هو اللي سواها بدمه حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقوله يا بابا؟ الله يخيب ظني. ابو صباح في الميدان بينادي على الجعان يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. ارجعني يا اختي جنب الخسران. واللي ليه شوفه حاجه يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي اختي الدكر قدامه. سيجاره فرانجي على الدكر. مش مكتوبه لك يا روحي روح دوري على اولاده. لا بعد انت حراميه يا بيت. الله 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 ما بلاش اللي انت معانا بتعيطوا في الاخ. ترى يا بيت انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عماله تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك في ايه؟ ايه روح امك. ده احنا نحط الغله في الخزنه لاجل ما نفضل الواغش. طب والنعمه لكم مصارينك. كانك ترمي سواء ما يروح امك. طب تعالي لي بقى يا حاج. يا بنت ابني وهي بس بقى بس دي شويه اللي احنا فيه. هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المره دي. عايزه تقنعيني انك بتحبي عمر قوي كده؟ مش عارفه مش فارقه عادي يعني. والله انت هتجننيني معاكي. مرة تيجي تحكي لي انك عايشة احلى قصة حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا وفجأة اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبة عليك وفجأة يظهر عمر وفجأة يختفي عمر. انا مش فاهمة حاجة. متحيريش نفسك يا رب مش توصلي حاجة. انا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوا مساكن شعبية لا داخلها نور ولا طريحها ميه. شم ريحه سر جواك اموت واعرفه.
يا يار انا مش فاهمه انت عايزه تفوقيني ليه. انا مصدق شيخ مصدق يعني بسلك لك لما مسج اللمبه نورت والدماغ ساحر. بقول لك ايه يلا انت عشان انت ركزت عليا انا زهقت. انا كمان زهقت. يلا ايه ده يا عفا مش ده باباكي؟ سيادة الرئيس بنفسه. استنى اشوف عايز ايه. سيادة الرئيس منور. هاي عفا اركبي شوية عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي انا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيفة سما سما صحيح اللي قالته هنا دي عمر اتضرب بالنار جميلة. هو فين عمر فين دلوقتي؟ العملية اتشعمو دايما يا رب يجيب العربي السليم جميلة. أيوة ايه الكرة هنا حبيبتي يا رب واحدة فينا ربنا يا رب اهدى يا حاج ربنا يطمنك عليه. انا مش حطاني هنا مش حاجة لما اطمن على عمر. الا مش انت ال مبقاش يجيلي نوم من ساعتها ودماغي قفلت عند الكلمة اللي انتي قلتيها ونفسي اتصدت عن كل حاجة وعلى لساني مفيش غير كلمة واحدة بس. ليه انتي ما بقيتيش تصدقيني؟ بقولك يا بابي اعتبره كلامي ألف ساعة غضب وخلاص. دي مش كلمة ده احساسك بيا ورأيك فيا وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهاية مش لطيفة وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع؟ ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزه افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزه بيبان مقفول عليا ولا حيطان تكتفني. عايزه احس ان انا حره بجد. حيرتيني يا بنت الناس. انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجه عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه. لا همه بقى لطشة برد ولا لسعة شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير صنار حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجة دي انا اتغيرت وبقيت بشعة؟ بقيت شبه ناس كتير قوي كانوا قاعدين في صندرة مهجورة واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه فتة واللي يلحق. انا تعبت سنين اتبهدلت كتير واتظلمت اكتر وترميت في السجون ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه بالعكس ربنا يوفقك. بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن اصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ اه كله بيجري وكله بيسابق واي حد بيلاقي اي حاجه بيروح ينتشها من حالك ايام سودة ترمينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانه عليا انت لسه عود اخضر بدري قوي على قطفه بس مش روحك في الطل كده هتتبالي وتنشفي وتتهرسي تحت الرجلين. اساليني انا الدنيا دي يا اختي ياما خدت مني رقايه لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال
اي حد يلمك بدل بعطرة الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على عض وريحانتنا للممت الشوارع مع الشاشه في جتتك. الاهل سطره برضو. انا زرع شيطان يا اختي، بذرة اترمت في ارض بور، لا عرف لي اب ولا شفت لي ام. كل اللي افتكره ان انا كنت في ملجا، والعيال قالوا لي نطي من على السور دي. حتى الولية اللي كانت بتاكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم اني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك عالكار؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه، هو ولا الهدنه ولا النومه والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي. يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا، رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرادوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعافر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسنا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم وماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجة. مفيش أي حاجة، هو لسه مفقش. الدكتور بيقول إنه لسه قدامه شوية على بال ما يفوق، ما تقعدوا في الاستراحة أحسن من القعدة دي. استراحة إيه بس؟ استراحة إيه؟ إحنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على أخويا. ما الدكتور طمني وقال إن الخطر زال الحمد لله. ولو يا أختي أنا مش هرتاح لما أطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكوا؟ آه هو ما تعرفيش راح فين؟ آه هو في الاستراحة من امبارح وما بطلش عيط وحالته وحشه قوي. انا هروح له يا دينا. حبيبي يا امي، رد عليا رد عليا. انتي قلتي يا ربي يا ربي احضر عطسي يا ربي للعافيك. صحبتي الحمد لله، ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط مقالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بإنهم يقطع إيديهم. يا رب مش عارفة إيه اللي بيحصل. وإنتي مين؟ أنا لامار، اسمي لامار، والحادثة حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده أنا هنا. وإنتي الحادثة حصلت قدام محلك إنتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ لا هروح أغسل وشي عشان أفهم إيه اللي حصل. أمر دي المصيبة الصغرى، دي المصيبة الصغرى. كأنك بتبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواحي للحريم، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في الأحجة يفك بيها عن روحها يا شيخ عرفان. أهدنا عمر بالنسبة لي مش ابن أخويا وبس، ده آخر نفس. الضحكة اللي طلعت بيها من بوق الدنيا هو اللي مهون عليا، هو اللي مصبرني على اللي راح مني.
طمن يا عم، ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت مع عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ انا يا بنتي والد اختك لمار. انا اختي اسمها اكتفينا. ده ايه الغباء ده؟ لمار، لمار اختك. هي اللي جوه دي اسمها لمار؟ يا جماعه خير، طمنوني. انا اول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على اخويا وصديق عمري دكتور عمر. ازيك يا انسه سما؟ كويسه كويسه. ده خش اطمن بنفسك. اتفضل اتفضل اتفضل. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا، ما احنا طبعا هنروح نزوره ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا. اتفضل. ما تتكلم صفوة. يعني لو هتبدأها بيعني ولو، يبقى أكيد هتقول حاجة تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لأ. في إيه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة، إحنا كنا متفقين إني أجي أقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه أنت غيرت رأيك؟ لا، وأنا أقدر أغير رأيي، إنما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف إيه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني أي حاجة، أنا مش حامل المفاجآت. ما تتكلم. في إيه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو، احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت، حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى، بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا، ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه. ما انت عارفني، خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وجعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعالى يا دكتور، تعالى اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري. الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب تودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله ونعم الوكيل. عم حافظ، شوفي سما فين بسرعه. لا اطمن. سما ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف نمرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه، خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك ايه، سما اخته ايه؟ شايفها؟ شايف. استناني انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سما؟ يرضيكي كده؟ يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني. يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني.
ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي دمه، وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنت اللي قلتيه، ترى لو ثبتلي ان وراها مش هرحم. اختفاءه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل زرع الشارع ده، لا متربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخصه بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايز اقولك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنازل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمي. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري، كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، مسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزاني ابلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملت اكتر بكتير، نقلت ايدي المستشفى وبلغت اهلي. ايه مالك؟ بتتخضي عليا كمان وقاعده معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ اصل المقصود هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زياده يا دكتور. لا تقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم. اتفضل تحت امرك. طيب انا عن اذنكم رايحه فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي، ينفع يا فندم تكون موجوده وحضرتك بتسال؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قول لي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين باطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. انت متاكد؟ متاكد. الف مبروك يا باريس اختك، طلعت على خير اهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلية بيه هو اللي طلعك. طب سبب انا قعدت كل ده ونبي تتلهى انت وهو؟ ده ما قالش هو راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فتره نخاها يا باريزه. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذه؟ بقول لك ايه يا خلاص، خف عليا حبه، خف عليا حبه يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبل وجدتي مرمه من نومه البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط. صافو؟ اه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمه. شوف الموضوع ده. ايه دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبيت عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشه، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز. مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحة يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهية. أنا لقيت نفسي ساكتة، مش لاقي كلام أقوله. الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، واتنزل عن حقه كده بسهولة، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. أكيد هربان أو مستني جربها مرة تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا لمار. مستحيل ليه يا بابا؟
اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت فين يا رب؟ قلت فين يا رب؟ ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا. وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ بترجع تيجي وسطينا وسيبك من العيشه في مصر. عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضو يا شيخ عرفان؟ انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعه وعلى الشغلانه وعلى البازار؟ دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجاله. اتنيل يا شيخه، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ سيره وجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روح يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل. بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي. حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، كنت هتكيفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني وهي ماشيه تتكعبع على وشها في البيت، وكانت هتنزل بلبس البنت من غير حجاب. والله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبايبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من اسعافك. ربنا يخليك ليا. يا رب. ولا يحلني منك، ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه. يا بنت سيبي، يا بنت سيبي يا بنت، عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه حرام عليك. خد يا تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما رضيتش هاجي الا لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار ايه يا عمو؟ ها اخبار ايه؟ الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. موزه زي القمر، كنت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار. دمار دي شؤم، هي الشؤم، هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لامار يا حبيبتي، اسمها لامار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش بنقولها كده بالراحه على البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. شقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني، عادي عادي. انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بنت طيبة وغلبانة وبيضة. شفت بيضة؟ دي بيضة بيضة. وبعدين دي أبريق الماس يا عم حافظ، بريق الماس مش أبريق، بريق الماس. هو أنت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزة يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي الموزة دي. هدي الموزة دي. استني بس. هدي الموزة دي يا راجل. أمال كنت عندها بتعمل إيه؟ يا بنت بتنام. أنت مالك أنت؟ أنت مالك؟ خد. ياكل إيه؟ استنى الأول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايز ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزور من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك؟ وانت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي في قطه محلوله، سبتك يومين سقت فيها، وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني. لما كان لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرش، ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص؟ طيب وبالنسبة بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرج من المصيبة اللي انت عملتيها، والفلوس التانية اللي دفعناها في الحجز عشان محدش يلمسك، إلخ إلخ إلخ، كل ده هنسدده منين؟ إيه؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم أحمر، أوعك؟ الله 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 الله، والله كبرت يا باريزة وبقت تتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هما يوم الحبس يا روح أمك نسوكوا من خلوصي ولا إيه؟ ما أنت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين؟ يا بت بس تعالي أقول لك، تعالي أقول لك بس. يا بت أنا أخوك حبيبك يا بت، حبيبك. انا غرضي بس نغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ، انما مش انت كاسر يوه. وين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد يعني هنتجوز؟ ها Thank you.
انت هنا ومدوخني عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاثنين مرتبطين ببعض. لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك، عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ الفلوس انت اللي جبتها قبل كده، وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت، الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال؟ انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي. لو سمحت يا دكتور من فضلك، معلش. افندم الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره، دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ المستشفى ايه؟ من فضلك قولي بسرعه. اديك هتخرج بكره، يعني ما كانش ليه لازمه الجنان والخروج بالشكل اللي انت عملته ده. هاتي ايدك. ليه عايز تروح فين؟ عايز اروح اقعد هناك، سنديني. طيب ماشي، يلا. يلا ايه؟ يلا، مش عايز تقعد هناك؟ مش يمكن كمان عايز امسك ايدك؟ هو ده اللي انا خايفه منه. خايفه من ايه؟ وانا لسه عملت حاجه. هو انت لسه هتعمل؟ اه طبعا هخطفك. طب يلا قوم قوم. طب انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ايه المشكله ان اخطفك يعني؟ ما اتخضيتش ولا حاجه، انت اقعد بس بشويه. حاجه جميله جدا. طيب انا كده اطمنت عليك، ينفع امشي بقى؟ لا طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص تبعدي ولا تسيبيني، ما ينفعش خالص. لا ده دلع بقى، واحنا قلنا خلاص مفيش. بالعكس ده لسه في كتير قوي. عمر عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني عليه بصراحه. اسالي. هو انت ليه ما اتهمتش بنعم؟ لا اتهمني بايه؟ هو في تهمه في الدنيا اسمها انه سبب سعادتي وفرحتي؟ سعادتك وفرحتك؟ طبعا. هو انا لو لفيت العالم عشان الاقي طريقه سريعه تقربنا من بعض بالطريقه دي كان هيبقى في اسرع من كده؟ يعني الراجل عمل فيها معروف اروح اذيه؟ انت بجد يتخاف منك؟ انا ده انا غلبان وصايع وضايع وضايع. ده غير اني مصاب. عمر على فكره دراعك دي اللي وجعت مش دي. واضح انك قلت الكلام ده لقبل كتير. انا؟ طب انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. انا اصلا ماليش في الحوارات دي، ولا كلام البنات ولا العلاقات ولا كلام ده خالص، عمري ما كان ليا فيه اصلا. احنا كدكاتره عشان بندرس طب ونسا كمان، نظرتنا للست مختلفه مش زي اي راجل. بنشوفها انسجه تشريح اناتومي يعني، بنشوفها عضلات، ما بنشوفش الانوثه والحاجات دي. انا كدكتور امراض نسا رغم ان زبايني كلهم ستات، لاني هتضحك عليا ما اعرفش اقول كلمتين على بعض الواحده ست. لا والله. ايوه كل تركيزي في شغلي، كل وقتي في شغلي، كل نفس بتنفسه في شغلي. بيبي حياتي. يلا يا رزق. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. سلامه ايدك.
سلامة عيونك. مالك يا حبيبي؟ مين المجرمين عامل فيك كده بس يا حبيبي؟ لمار!